مساحات شاسعه من الاراضي الزراعيه في محافظه ديالى جفت وماتت او مرضت المزروعات فيها حتى هجرها فلاحوها الذين لم يعودوا قادرين على تحمل الخسارات الكبيره. ايرادات البوعيه بالنسبه لديالى ضعيفه جدا، الموسم اللي احنا طلعنا منه حاليا معدلات تساقط الامطار ضعيفه جدا، كانت تاثر على الخزين البوعي لبحيره حبرين بشكل كبير. حقيقة حوض نهر ديالى والشعب الزراعية اللي على هذا الحوض اللي مستفيدة منه تضررت بشكل كلش كبير. أقدر أقول لك القطط الزراعية تأثرت بديالى بما لا يقل عن 90%. كميات المياه لم تعد كافية للفلاحين، والكثير من الآبار جفت أو على وشك الجفاف أو تمكنت منها الملوحة. حاليا عفنا، لأن يعني المي مالنا قليل، مي كافي، الزرع هنا شولة، يعني ماكو أشجار. المشكلة يحتاج ماي هواية، يعني بين يوم يوم لازم تسقي والماي ماكو، يعني احنا جيعانا نرويها من الآبار. الآبار تقريبا الماي ماله خفت، وتكلفة يعني البير انت تعرف يعني كهرباء وتكلفة، احنا على اساس يسوي لنا قناة روائي من السد وما سووا، ما جابوا لنا اي شيء ماي. هنا قاعد شواله تقريبا 7000 الى 8000 دونم قاع، يعني احنا ما نحصلت اي شيء. والى جانب اهمال الحكومة لأزمة المياه، يشكو فلاحو ديالى من قلة الدعم المقدم لهم بكافة أشكاله. نطالب الحكومة بمساعدة الفلاح وبالمنتوج الفلاح إلى أعلى، وطالبين الحكومة بدعم أكثر بمواد الكيماوي والبذور والغاز، وهذه الأسباب اللي خلت الفلاح يتراجع عن الفلاحة وترك الفلاحة وذهاب إلى المدينة. وفي غياب أرقام رسمية لعدد القرى التي تضررت بفعل الجفاف، يؤكد مراقبون وناشطون أنها بالعشرات وفي ازدياد، وخاصة مع إصرار إيران على مواصلة قطعها لروافد المياه المتجهة للعراق.